تحية طيبة مشاهدينا الكرام. نشرة الثامنة على قناة الموريتانية ستتابعون فيها. خلال تفقده أشغال بناء وتجهيز بعض المشاريع الصحية بالعاصمة، رئيس الجمهورية حث على توخي الجودة واحترام الأجال المحددة في دفتر الالتزامات. انطلاق أعمال الملتقى الخاص باستقبال عروض المشاريع المقدمة للتمويل في إطار برنامج التعاون الإقليمي المدعوم من طرف الاتحاد الأوروبي. الرئيس الأمريكي يدعو الكونغرس للموافقة على خطة البنتاغون لإغلاق معتقل غوانتانامو، معتبرا أنه يضر بشراكة أمريكا مع دول العالم في مجال مكافحة الإرهاب. نجدد الترحيب بكم مشاهدينا الكرام. وجه رئيس الجمهورية السيد محمد ولي عبد العزيز برقية تهنئة إلى السلطان حسن البلقية سلطان بروناي بمناسبة احتفال بلاده بعيدها الوطني. وأكد رئيس الجمهورية لسلطان بروناي حرص بلادنا على مواصلة العمل من أجل تعزيز وتطوير علاقات الأخوة والتعاون بما يحقق المصالح المشتركة للشعبين الشقيقين. اطلع رئيس الجمهورية السيد محمد ولي عبد العزيز صباح اليوم بمقاطعة تفرق زينة في العاصمة على مدى تقدم الأشغال في مشروع بناء وتجهيز المعهد الوطني للكبد والفيروسات والمركز الوطني لأمراض القلب. وقد حث رئيس الجمهورية القائمين على المشروعين على توخي الجودة واحترام الآجال المحددة في دفتر الالتزامات المؤسستين اللتين تم وضع حجرهما الأساس بإشراف مباشر من رئيس الجمهورية في نوفمبر 2014. مشروع بناء وتجهيز المركز الوطني لأمراض القلب بنواكشوط يدعم ويعزز خدمات المركز القديم، هو مركب صحي تتواصل فيه الأشغال حاليا، يشيد على مساحة تقدر ب 15000 متر مربع، وتم اختيار موقعه بمحاذاة الحي الجامعي الجديد شمال مقاطعة تفرغ زينة ليتناسب مستقبلا مع التمدد العمودي للعاصمة. ولأن تقييم المشاريع التنموية ومتابعتها مرحلة مرحلة نهج ثابت عند رئيس الجمهورية، فقد كان هذا المركز على موعد مع زيارة أخرى هي الثانية التي يؤديها رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز لهذا المشروع بعد وضع حجره الأساس في نوفمبر 2014. رئيس الجمهورية وهو بعين المكان تابع شروحا فنية تضمنت معطيات حول خصائص المشروع المعمارية ومكوناته الهندسية، وبين العرض المرفق بالصور الرقمية المميزات الفنية والتقنية للشكل المتوقع للمنشأة ودورها بعد اكتمال الأشغال في تقريب خدمات صحية وعلاجات نوعية ظلت إلى عهد قريب عصية على المواطن البسيط داخل العاصمة، وباهظة التكاليف بالنسبة لمن فرضت عليهم الظروف الصحية الرفع إلى الخارج. هذا المشروع الذي دخل مراحل متقدمة تقدر تكاليفه إجمالا ب 20 مليون دولار هي شراكة ثنائية بين بلادنا والبنك الإسلامي للتنمية. وحسب الفنيين يتكون المركز من ثلاث طوابق، من بينها الطابق الأرضي، وتوزع غرفه وأجنحته على أقسام للعيادات الخارجية والكشف الباطني والأشعة بمختلف التخصصات، وجناح للعمليات والقسطرة وجراحة القلب لمختلف الأعمار، إضافة إلى مرافق أخرى ضرورية. المشروع انطلق منذ سنة وست أشهر تقريبا، وحاليا مرحلة نهائية من الأشغال الكبرى اللي هم الجروزوفر تقدر تقريبا بين 90-95%. المرحلة اللي هي نحن نعتبرها مرحلة حساسة لأن لا يتداخل فيها الأشغال الفنية كالكهرباء وكل الصرف المياه والاشغال الاخرى كالفو بلافون والسكريتي دانساندي، طبعا تحتاج قدر لا باس به من التنسيق بين هذه الاشغال كلها اللي تتداخل في نفس الوقت. وان شاء الله المشروع محاط الحمد لله كادر بشري عنده الكفاءه، نظن ان شاء الله عن الاشغال ستنتهي في 20 نوفمبر ان شاء الله من هذه السنه. المشكله الاولى اللي طرحت هون هي مشكله الارضيه، كانت ارضيه منخفضه وتغلبنا عليها رقبنا مستوى المنطقه مقارنه مع الطريق.
وضمن الجهود المتواصلة في إطار تقريب الخدمات الصحية بجميع أنواعها من المواطنين، كان رئيس الجمهورية حريصا على الوقوف ميدانيا على سير العمل في مشروع بناء معهد وطني بمواصفات حديثة، سيكون أول معهد في موريتانيا يتكفل بعلاج المرضى المصابين بالتهاب الكبد على المستوى الوطني. رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز تجول بين أقسام وفروع هذا المرفق الصحي الذي يتكون من مختبر متكامل غرف ووحدات للأجهزة الراديو وقسم نموذجي سيخصص لإجراء عمليات زرع للكبد في تجربة هي الأولى من نوعها ضمن منظومتنا الصحية الوطنية. وفي كل محطات هذه الزيارة كان رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز يحث القائمين على تنفيذ المشاريع على احترام معايير الجودة المطلوبة عالميا. هذا ويمتد المركز الوطني لأمراض القلب قيد الإنجاز على مسافة قدرها 15 ألف متر مربع بإغلاف مالي قدره 20 مليون دولار بتعاون بين الدولة الموريتانية والبنك الإسلامي للتنمية. منشأة صحية هامة للتخفيف من معاناة المصابين بأمراض القلب والشرايين، مشروع كان رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز قد وضع حجره الأساس في شهر نوفمبر عام 2014، وينفذ هذا المشروع بغلاف مالي يزيد على 6,270,000,000 أوقية على نفقة الدولة بالتعاون مع البنك الإسلامي للتنمية، موزعة بين البناء والتجهيز والتكوين والدراسة والمتابعة. وستصل الطاقة الاستيعابية 100 سرير مقسمة على مصالح طب القلب والجراحة والقسطرة، وستتكفل هذه المنشأة الصحية بأمراض القلب والشرايين من المعاينة وحتى آخر مراحل العلاج الجراحي. وقد تم اعتماد أحدث المعايير الفنية ذات العلاقة بالمنشآت الطبية المتخصصة في تنفيذ وتشييد هذه المنشأة الصحية الهامة. وسيقوم المعهد الوطني لأمراض الكبد حسب القائمين عليه بتقديم علاجات التهاب الكبد ألف وباء، وفي مرحلة ثانية زرع الكبد، بالإضافة إلى تشخيص وتدريب والبحوث في المجال. ويشرف على بناء هذه المنشأة مكتب دولي متخصص بمساعدة مؤسسة وطنية. متوقع أن يوفر هذا المشروع الذي وضع رئيس الجمهورية السيد محمد بن عبد العزيز حجره الأساس في 23 من شهر إبريل عام 2014، من المتوقع أن يقدم العلاج للمصابين بأمراض الكبد والفيروسات بعد معاناة دامت عدة عقود بين المستشفيات في الخارج، ما كلف ميزانية الدولة أموالا طائلة من العملة الصعبة دون تقديم حلول لهذه المعضلة. ويعنى المركز الوطني لأمراض الكبد والفيروسات بالتكفل بأمراض الكبد الفيروسي في مرحلة أولى ومرحلة ثانية بعمليات زرع الكبد، كما يعنى بالكشف والتكوين في مجال العلاج ومهمات البحث عن المستجدات العلمية في هذا المجال. ويتكون هذا المعهد من مختبر متكامل ووحدات للتنظير الباطني وللتشخيص والتدخل والتصوير الطبي المناسب ووحدة لزراعة الكبد. وستبلغ الطاقة الاستيعابية لهذا المعهد ما يربو على 20 سريرا، وتنفذ هذا المشروع الأول من نوعه في بلادنا خيرية سنيمة بمبلغ 1,600,000,000 أوقية. ومن مهام هذا المركز الأخرى مكافحة وتنسيق سياسة الكشف والوقاية والمساهمة في سياسة التواصل والتكوين والتعاون بما فيها التجهيزات المناسبة للتعليم عن بعد. أعطى وزير الاقتصاد والمالية صباح اليوم إشارة انطلاق أعمال الملتقى الخاص باستقبال عروض المشاريع المقدمة للتمويل في إطار برنامج التعاون الإقليمي المدعوم من طرف الاتحاد الأوروبي. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم الاندماج والتنمية المستدامة ومواجهة التحديات المشتركة. خصص هذا الاجتماع للإعلان عن انطلاق عملية استقبال عروض المشاريع المقدمة للتمويل في إطار البرنامج التنفيذي للتعاون الإقليمي المدعوم من طرف الصندوق الأوروبي للتنمية الجهوية والصندوق الأوروبي للتنمية. ويهدف هذا البرنامج إلى دعم الاندماج والتنمية المستدامة ومواجهة التحديات المشتركة في منطقة تشمل بالإضافة إلى بلادنا
السنغال والرأس الأخضر، بالإضافة إلى الأقاليم البحرية الأوروبية الأقرب لإفريقيا كجزر الكناري والأزور والمادير. لقد سعت بلادنا دائما إلى تشجيع التعاون والاندماج في الفضاءات الجهوية والإقليمية والقارية، وهي عضو نشط في أغلب التكتلات في منطقة الساحل والمغرب العربي وغرب إفريقيا، بالإضافة إلى مجموعة 5+5، وذلك تجسيدا لنهج الانفتاح والتعاون كمبدأ ثابت من السياسة الخارجية لبلادنا، وكل ثقة في أنكم ستتمكنون من تقديم مشاريع من شأنها نسج شراكات حقيقية تصل إلى المواطن العادي، لتشكل بذلك أداة حقيقية للتنمية وجسرا للتقارب والتواصل مع تلك الأقاليم وساكنتها. وبذات المناسبة تناول الكلام كل من مسؤول السياسة والإعلام بمندوبية الاتحاد الأوروبي السيد بيدرو مارتينيز فيركاس، والسفير الإسباني في نواكشوط السيد أنطونيو توريس، ونائب وزير الاقتصاد لدى الاتحاد الأوروبي في حكومة جزر الكناري المحلية السيد ألفونسو بوكو، وأجمع الثلاثة على أهمية هذا الحدث الذي ينضاه إلى سجل التعاون الحافل والمتعدد الأوجه القائم بين بلادنا والاتحاد الأوروبي. وقد سبقت هذا الاجتماع لقاءات تحضيرية تم خلالها تحديد المجالات ذات الأولوية في التمويل كتشجيع البحث العلمي وتحسين تنافسية المؤسسات والتكيف مع التغير. في المجال الزراعي اختتمت مساء اليوم أعمال ورشة وطنية منظمة من طرف وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة التقليدية والسياحة حول شعبة الخضروات، وقد تم خلال هذه الورشة تبادل وجهات النظر وتدارس السبل كفيلة بمساهمة تغطية للمساهمة في تغطية الحاجيات الوطنية في مجال الغذاء. يومان من النقاش شهدهما الملتقى الوطني للفاعلين في شعبة الخضروات، توزع فيهم المشاركون على 5 ورشات عمل لمناقشة واقع وآفاق زراعة الخضروات وتمهين القطاع ودوره في مكافحة الفقر في الوسط الريفي. النقاش المفتوح خرج بتوصيات عديدة إلى الجهات المعنية. لقد تمكنتم خلال يومين من إثراء النقاش حول تطوير شعبة الخضروات في موريتانيا، وهو جهد ما كان ليتم لولا تضافر جهود القطاعات المختلفة والمهتمة بتطوير هذه الشعبة، حيث مكنت ديناميكيا بين وزارتي الزراعة والتجارة والصناعة والسياحة من خلق أرضية من شأنها أن تذلل عوائق إنتاج وتسويق المنتجات الوطنية من الخضروات، كما كان للورشات الفنية التي أشرف على إدارتها السادة لولات دور محوري في رسم التوجهات المستقبلية في هذه الشعوبة. ورشات العمل تناولت 5 محاور بإشراف من ولاة الولايات الزراعية، حيث ناقشت هذه الورشات تحسين الإنتاجية وسلسلة القيم والولوج للأسواق والقوانين التنظيمية ونظم الشعبة وهيكلة وتمهين شعبة زراعة الخضروات. وكان البحث في مجال التكوين وزراعة الخضروات من اختصاص الورشة الأخيرة. مخرجات هذا الملتقى حملت الكثير من التوصيات التي تلامس هموم ممتهني زراعة الخضروات وتفتح آفاقا واعدة لتنشيط هذه الشعبة. انطلقت اليوم بمباني مركز التكوين للترقية النسوية في نواكشوط أعمال ورشة تكوينية حول وضعية المرأة والبنت في موريتانيا والخيارات الاستراتيجية لتمكين المرأة في موريتانيا. تستفيد من هذه الورشة المنظمة من طرف وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة بالتعاون مع صندوق الأمم المتحدة للتنمية، تستفيد منها العمد والعمد المساعدات في ولاية نواكشوط وكذلك داخل تنوادب. ترمي هذه الورشة التكوينية إلى رفع قدرات النساء المنتخبات خاصة في مجال تعزيز قدراتهن المرتبطة بالشؤون الاجتماعية والاقتصادية والسياسية. 18 عمدة وعمدة مساعدة في ولايات نواكشوط وداخل تنوادبو ستتابعنا على مدى هذا اللقاء مواضيع تتناول المؤشرات الأساسية لوضعية المرأة والبنت في موريتانيا والخيارات الاستراتيجية لتمكين المرأة من الولوج إلى صنع القرار السياسي.
إضافة إلى مداخلات حول السبل الكفيلة بإعداد مخطط التنمية المحلية ودمج النوع والطفولة والمساواة وتفعيل الأبعاد الاجتماعية لمخطط التنمية المحلية. لأجل بث حركية جديدة للمشاركة السياسية للمرأة، نشرف معكم اليوم على انطلاق الورشة الأخيرة لسلسلة ورشات التكوينية للعمد والعمد المساعدات في مجال ترقية المشاركة السياسية للمرأة وتعزيز قدراتها في مجال إعداد المخططات التنموية المحلية من أجل النفاذ إلى الخدمات الاجتماعية الأساسية مع دمج بعد النور في هذه المجالات، وذلك من أجل تحسين أدائها وتسهيل عملها المحلي. هذا اللقاء التكويني يأتي في إطار سلسلة تكوينات نظمتها وزارة الشؤون الاجتماعية والطفولة والأسرة سعين إلى تعزيز قدرات النساء المنتخبات في مجال التسيير المحلي للبلديات والنهوض به نحو آفاق أرحب. عقد المجلس الاستشاري الوطني صباح اليوم بنواكشوط دورته الأولى العادية بحضور عدد من الفاعلين والمهتمين بشأن البيئي، وتركز أعمال هذه الدورة على وضع مشروع يمكن من مواجهة النواقص عبر اقتراح مشاريع الاستثمار التي ستفضي إلى تسيير مستدام وتشارك للوسط البيئي. تقديم المقترحات الصادرة في ورشة التشاور حول إشكالية الشاطئ المنعقدة في 15 سبتمبر 2015 والمتعلقة بتدارس الخطة التوجيهية لاستصلاح الساحل الموريتاني التي تم اعتمادها سنة 2005 هي الموضوع الذي تركزت عليه أعمال المجلس الاستشاري الوطني للشاطئ في دورته العادية لسنة 2016. إن هذه الدورة تكتسي أهمية بالغة لأنها أتت بعد أشهر من انعقاد ورشة التشاور حول إشكالية الشاطئ، وهي تهدف إلى تقديم المقترحات التي صدرت في هذه الورشة والتي من بينها ضرورة وضع طاقم محكم من أجل تفعيل مسلسل تنفيذ الخطة التوجيهية لاستصلاح الشاطئ الموريتاني وتقييم الأنشطة المنفذة وتجسيد الخطة التوجيهية إلى خطة عمل أو مراجعتها في إطار مقاربة تشاركية، وضرورة إعداد دراسة حول حركية البحيرة الجوفية لتحديد الصلات بينها والمحيط والمياه الأخرى المستعملة وطبيعة التربة، وإنشاء مرصد حول الساحل يستخدم في إطار لتوفير المعطيات المتعددة. السيد بونوا بوسكي المدير القطاعي لإفريقيا واحد بمجموعة البنك الدولي قال إن المنطقة الساحلية في غرب إفريقيا تضم العديد من المصادر الطبيعية على مستوى البر والبحر وتلعب دورا رئيسيا في التكيف الاقتصادي والبشري للمناطق الساحلية في وجه التحديات الحالية والمستقبلية، كما أنها تحتضن 31% من ساكنة هذه المنطقة. أما على مستوى إفريقيا شبه الساحلية، يقول بونوا بوسكي، فإن نمو السكان في المناطق الحضرية يصل إلى 4% سنويا، أي ما يشكل ضعف النسبة الدولية التي تقدر ب 2.1%، مشيرا إلى أن المناطق الساحلية تنتج 56% من الناتج الداخلي الخام لإفريقيا القربية، وتوجد بها وحدات صناعية خاصة كالزراعة والصيد واستغلال البترول في أعماق البحار. وتجدر الإشارة إلى أن المجلس الاستشاري الوطني للشاطئ أنشئ بموجب المرسوم رقم 014/2010، ويرمي هذا المجلس إلى تقديم مشروع البنك الدولي لتسيير الشاطئ والاستصلاح البيئي. احتضنت مباني الجمعية الوطنية زوال اليوم اجتماعا ضم لجنة المالية بالجمعية الوطنية وبعثة من البنك الدولي تحت رئاسة النائب زيني ولا حمد الهادي رئيس اللجنة. وقد تناول هذا الاجتماع آفاق التعاون بين الجمعية الوطنية والبنك الدولي، كما تم خلاله استعراض مجالات تدخل في مجالات تدخل هذه الهيئة في موريتانيا.
اختتمت بمدينة واليبو فعالية النسخة الخامسة من مهرجان تراث الصيد البحري المنظمة من طرف ولاية داخلة واليبو بالتعاون مع قطاع الصيد. وقد تميزت هذه النسخة أي النسخة الخامسة من هذا المهرجان تميزت بعروض قيمة شملت دور المؤسسات العاملة في مجال الصيد والتعريف بالمخزون التراثي المتعلق بثقافة إمراغن. بعد ثلاثة أيام بلياليها بين العروض والسهرات الفنية والثقافية المتنوعة أسدل الستار في مدينة واليبو على فعاليات النسخة الخامسة من مهرجان التراث الصيد البحري لولاية داخلة واليبو المنظم تحت شعار من أجل ترقية مواردنا البحرية والمحافظة عليها. الدورة الخامسة للتظاهرات البحرية أظهرت قيمة المروض الثقافي والفني لمنطقة الساحل في مجال تثمين التراث السمكي والتعريف به تعزيزا لمكانة البلاد الإقليمية والدولية فضلا عن ضرورة المحافظة على الوسط البيئي والبحري حماية للمخزون السمكي من هذه الثروة المتجددة. تميزت هذه النسخة بعروض قيمة شملت دور المؤسسات العامة في قطاع الصيد ومعرفة المخزون الثقافي والتراثي المتعلق بثقافة إمراغن وثقافة الصيد البحري بصورة عامة، وبتقديم عروض ثقافية وفنية ضمن أماسي ليلية على مدى ليالي المهرجان، كما يتزامن تنظيم هذه النسخة أيضا مع إصلاحات هيكلية كبيرة في قطاع الصيد، وذلك بالمصادقة على استراتيجية جديدة تخدم هذا القطاع وتعمل على تطويره. وخلال هذا الحفل تم توزيع شهادات تقديرية على المشاركين والفاعلين في هذه التظاهرة من المؤسسات والشركات والهيئات التي حرصت على إعطاء واليب خصوصيتها من خلال هذا المهرجان الذي شكل فرصة للتعريف بالتراث البحري لولاية داخلة واليب وترسيخ ثقافة الصيد البحري والتعريف به وبدوره في التنمية الاقتصادية للبلاد. وكانت أماسي مهرجان تراث الصيد البحري الفنية والثقافية التي عكست التنوع والثراء شهدت تفاعل الجمهور الذي رابط حتى ساعات متأخرة من الليل بالرغم من انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة في باحة دار الشباب القديمة بوسط عاصمتنا الاقتصادية نواذيبو. هنا بنواكشوط احتضنت جامعة شنقيط العصرية صباح اليوم فعاليات نقاش رسالة الماستر حول المادة الأدبية في جريدة الشعب من سنة 1975 إلى 1985 للباحثة مريم تمود رئيسة شبكة الصحفيات الموريتانيات. تناول البحث دور جريدة الشعب في صناعة الأدب وقيادة الحراك الثقافي من خلال مرحلة التأسيس، كما تطرق للعلاقة بين الأدب والصحافة والصعوبات التي واجهت رواد الصحافة الموريتانية خلال بحثهم آنذاك. الآن مشاهدينا الكرام تلتقون القالية من تعمرشين لتقديم النشرة الاقتصادية. شكرا بت، مساء الخير مشاهدينا الكرام واهلا بكم الى نشرة الاقتصادية. تسعى الورشة التي نظمتها وزارة الاقتصاد والمالية اليوم بنواكشوط الى اطلاق عملية استقبال عروض المشاريع المقدمة للتمويل في اطار البرنامج التنفيذي للتعاون الاقليمي المدعوم من طرف الصندوق الاوروبي للتنمية الجهوية، والذي يهدف من بين امور اخرى الى دعم الاندماج والتنمية المستدامة. مندوب النشرة الاقتصادية التقى على هامش هذا اللقاء بالسيد يعقوب الأحمد عيشة مدير التمويلات والمشاريع بوزارة الاقتصاد والمالية، الذي تحدث للموريتانية عن أهمية هذا اللقاء ودوره في تقديم البلدان المعنية للمشاريع التي ترغب في الحصول على تمويلات لها. اجتماع سبقته اجتماعات تحضيرية تم خلالها تحديد المجالات ذات الأولوية وتحديد التمويلات ضمن برنامج شامل بالتعاون بين هذه الجزر
والفضاء الافريقي اللي محادهم اللي هو دول ثلاثة، وبلادنا الان عضو في هذا البرنامج من 2016 الى 2020، وبرنامج يضم مكونات أساسية في التنمية هي تشجيع البحث العلمي والاندماج وتحسين منافسة المؤسسات ودعم النمو والتكييف مع التغيرات المناخية وإحياء التراث وصيانته والاستقلال المعقل للموارد الطبيعية. نتابع الآن أسعار أهم العملات الأجنبية مقابل الأوقية. بريقه فيثير الشيوب، لكنه قبل هذا وذاك يمر بمرحلة صياغة تستخدم فيها أدوات ووسائل بدائية، وقبل أن يتحول قرطا أو حلقا أو سوارا يكون قد ورد النار التي طوعتها فصنعت منه أشكالا مختلفة، يختلف الناس في اقتنائها كل حسب طاقته. ببراعة ظاهرة وموهبة استقلتها التجارب والسنون، يلتقط السالك حبات الذهب بدقة متناهية ويضعها حيث يجب أن تكون. ولتصنيع قطعة ذهب قابلة للتسوق وقادرة على جذب الاهتمام، يمر الصاغة الموريتانيون بمراحل أولها التذويب، مرورا بالتصفية التي يتم من خلالها خلط مواد مثل الفوسفات والكبريت، وانتهاء بمرحلة التشكل، حيث يأخذ الذهب أشكالا جديدة تحدد طبيعة الثمن. اتخذ الذهب نشروه من عند الزبناء، جوه واحدين بيعوا بحوائجهم وبيعوا ذهبهم ونشروه احنا من عندهم. إذا حالا نذوبوه ونعدلوه الصناعة التقليدية قلايد وقلايد حوالي بعض حوائج الآلات اللي نعرفوا عنهم يجون يدورهم عندهم. يدور احنا نصنعهم ذاك الذهب نشروهم احنا على أربع أشكال، فيها عيار 24، فيها عيار 21، فيها عيار 18، فيها عيار 14، كلها بسعر واحد. الواقع المواطني ورغبته في التميز وإضفاء طابع التنوع الثقافي للبلد هي ما يتحكم في أشكال المصوغات الذهبية. هذا يرسق وخاتم وبدلاته. المعدن الأصفر شيء ضروري في حياة المواطن الموريتاني لما يتمتع به من قيمة كبيرة، وباعتباره مصدرا للتأنق والجمال وملاذا آمنا من عصف الأزمات المالية المفاجئة. اعتبرت مديرة صندوق النقد الدولي كريستين لاغارد اليوم أن الاقتصاد العالمي يمر في مرحلة نمو بطيئة، لأن نمو اقتصادات الدول المتقدمة لديه القدرة أن يكون أعلى. جاء ذلك ضمن تصريحات أدلت بها لاغارد اليوم في دبي على هامش منتدى المرأة العالمي الذي انطلق في الإمارات. أشارت المسؤولة الدولية إلى أن النمو الاقتصادي العام الماضي بلغ 3.1% ويتوقع أن ينمو أكثر بقليل من 3% هذه السنة، وأعلى من ذلك بقليل خلال العام 2017. وأضافت أن هذا نمو فاتر لأن الانتعاش الذي نراه في الولايات المتحدة وأوروبا وإلى حد ما في اليابان يمكن أن يكون أعلى. سجلت المصالح الحكومية الفرنسية منذ مطلع العام الجاري تزايدا ملحوظا في أعداد طالبي العمل من حملة الشهادات العليا، وذلك وسط أزمة اقتصادية تواجهها معظم الدول الأوروبية، ويتردد المئات يوميا على المكاتب والمصالح الإدارية والمؤسسات الخصوصية بحثا عن وظيفة. وكانت الحكومة الفرنسية أعلنت حالة طوارئ اقتصادية واجتماعية بموجبها تتم مباشرة خطة استعجالية لمواجهة آفة البطالة، من أهم خطوطها تدريب الشباب وتكوين العاطلين عن العمل ودعم المشاريع الصغرى والمتوسطة. وارتفعت نسبة البطالة في فرنسا عام 2015 إلى 10.6%، وهو أعلى مستوى لها منذ عقدين. وفيما يلي نتابع أسعار الأسهم وأهم المؤشرات في الأسواق المالية العالمية. الليلة انتهت، عودة إلى بتمة اليدالي وباقي الأخبار.
شكرا لك. نواصل هذه النشرة ونفتح الأنباء الدولية، حيث دعت الخارجية الأمريكية جميع الأطراف للالتزام باتفاق وقف إطلاق النار في سوريا بناء على التفاهم الأمريكي الروسي الذي أعلن النظام السوري موافقته عليه، فيما رحبت به تركيا مع بعض التحفظات. وكانت الولايات المتحدة وروسيا أعلنتا في بيان مشترك بثته وزارة الخارجية الأمريكية أمس أن اتفاقا لوقف إطلاق النار في سوريا سيدخل حيز التنفيذ يوم 27 من فبراير الجاري. الحكومة السورية تعلن قبولها اتفاقا لإيقاف الأعمال القتالية دون التخلي عن الجهود العسكرية لمكافحة ما وصفته بالإرهاب. مصدر في وزارة الخارجية السورية صرح أن الحكومة ستستمر في عملياتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية وجبهة النصرة وما سماها التنظيمات الإرهابية الأخرى المرتبطة بها. المصدر أضاف أن سوريا متمسكة بحق قواتها في الرد على أي خرق تقوم به هذه المجموعات ضد المواطنين السوريين أو ضد القوات المسلحة السورية. وكانت الخارجية الأمريكية أعلنت في بيان رسمي لها اتفاق واشنطن وموسكو على إيقاف إطلاق النار في سوريا. ينص الاتفاق على وقف الأعمال العدائية والبدء بوقف إطلاق النار منتصف ليل السبت القادم، ويشمل الاتفاق على وقف إطلاق النار الفصائل التي تعلن قبول الاتفاق باستثناء جبهة النصرة وتنظيم الدولة الإسلامية. وبحسب الخارجية الأمريكية ينص الاتفاق كذلك على أن الولايات المتحدة وروسيا ستعملان على تبادل المعلومات والتنسيق لضمان تطبيق فعال لهذا الاتفاق. وقال البيت الأبيض أن البيان الأمريكي الروسي لوقف الأعمال العدائية في سوريا يشكل فرصة مهمة يتعين استغلالها للتخفيف من معاناة الشعب السوري والبناء عليها للتقدم على مسار المفاوضات الرامية إلى إنهاء الأزمة السورية. وفي نفس السياق قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن الاتفاق بين روسيا والولايات المتحدة بشأن إيقاف إطلاق النار في سوريا خطوة حقيقية نحو وقف حمام الدم، ويمكن أن تكون نموذجا للعمل ضد الإرهاب. وأضاف الرئيس الروسي في كلمة خاصة بثت على شاشات التلفزيون أن النقطة الرئيسية بالاتفاق هي أن الظروف تهيأت لبدء عملية سياسية حقيقية عبر الحوار السوري الواسع في جنيف بإشراف من الأمم المتحدة. حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكونغرس على الموافقة على خطة وزارة الدفاع الأمريكية لإغلاق معتقل غوانتانامو الذي دخله منذ افتتاحه عام 2002 780 نزيلا احتجز كثير منهم دون تهم أو محاكمات. وتتضمن الخطة التي وضعتها وزارة الدفاع الأمريكية نقل المعتقلين المتبقين وعددهم 91 معتقلا إلى مواطنهم الأصلية أو إلى سجون عسكرية أو مدنية أمريكية. حث الرئيس الأمريكي باراك أوباما الكونغرس للموافقة على خطة وزارة الدفاع الأمريكية لإغلاق معتقل غوانتانامو الذي سيقدم الثلاثاء. وأشار إلى أن المعتقل يضر بشراكة أمريكا مع دول العالم في مجال مكافحة الإرهاب، وأنه أصبح نقطة سوداء بسجل الولايات المتحدة في احترام القانون. وفي كلمة ألقاها أوباما في البيت الأبيض اعتبر أن استمرار معتقل غوانتانامو من شأنه أن يهدد الأمن القومي الأمريكي، مؤكدا أن إغلاقه يهدف إلى طي صفحة من تاريخ الولايات المتحدة. وقال إنه خلال السنوات العشر الماضية تبين أن غوانتانامو يضر الحرب على الإرهاب. ولفت أوباما إلى أن الولايات المتحدة تتكلف سنويا أكثر من 85 مليون دولار للإبقاء على معتقل غوانتانامو. وأضاف أن إغلاق المعتقل من شأنه أن يسحب ورقة تستخدمها جهات تسعى لتشويه صورة الولايات المتحدة، كما أنه سيحرم المنظمات الإرهابية من استخدامه حجة لاجتذاب متطوعين جدد. واتهم أوباما في كلمته الكونغرس بعرقلة محاولاته السابقة لإغلاق المعتقل، معربا عن أمله في أن يراجع موقفه هذه المرة ويسمح بإنهاء هذا الملف.
وتشمل الخطة التي قدمتها وزارة الدفاع الأمريكية بخصوص المعتقل الذي بقي فيه حتى الآن 91 معتقلا، تشمل نقل 35 معتقلا جرت الموافقة على نقلهم فعلا إلى دول أخرى، وتسعى مراجعة وضع 46 معتقلا والبحث في إمكانية نقلهم إلى دول أخرى واستخدام كل الوسائل يشكلون خطرا على الولايات المتحدة. وتشمل الخطة الرابعة العمل مع الكونغرس لإيجاد موقع في الولايات المتحدة لاحتجاز من يتبقى بعد إزالة الخطر الذي يرفضه الكونغرس. مشاهدينا الكرام، الآن أيضا نشرك معنا منى بنت محمد لتقديم النشرة الرياضية. أهلا بكم. يواجه المنتخب الوطني للشباب أقل من 20 عاما غدا الأربعاء نظيره التونسي وديا ضمن المعسكر التدريبي الذي يقيمه هذه الأيام بالعاصمة التونسية. وقد أجرى المنتخب اليوم حصة تدريبية واحدة في توقيت مماثل لتوقيت المباراة الودية المبرمجة غدا، وذلك على نجلة الملعب البلدي برادس، حيث ستقام المباراة الودية الأولى بين المنتخبين الوطني ونظيره التونسي للشباب. ويندرج معسكر تونس في نطاق التحضير للتصفيات المؤهلة إلى كأس الأمم الإفريقية للشباب أقل من 20 عاما والمقرر إجراء نهائياتها بزامبيا العام القادم وبطولة إناف المنظمة في نواكشوط شهر مارس المقبل. تستضيف العاصمة نواكشوط نهاية الأسبوع الجاري جميع مباريات الجولة 17 من البطولة الوطنية لأندية الدرجة الأولى في كرة القدم، وهي المرة الأولى التي يعرف فيها الدوري للموسم الحالي إجراء جميع مواجهاته بملاعب نواكشوط. وستنطلق الجولة 17 يوم الخميس المقبل بإجراء لقاء واحد يجمع فريق الوئام صاحب المركز الثالث برصيد 25 نقطة بفريق اتحاد العصابة صاحب المركز الأخير برصيد 4 نقاط، وذلك بالملعب الأولمبي. وتتواصل منافسات هذه الجولة بإجراء لقاء آخر يوم الجمعة سيجمع بين فريق الإكسر صاحب المركز الرابع برصيد 24 نقطة وفريق تجونين صاحب المركز الحادي عشر برصيد 11 نقطة. أما يوم السبت فستشهد هذه الجولة إجراء مواجهتين يلتقي في الأولى منهما فريق إف سي تفرق زينة المتصدر برصيد 39 نقطة بفريق الشرطة صاحب المركز التاسع برصيد 16 نقطة. وفي سياق متصل، رفضت العصبة الوطنية لكرة القدم الطلب الموجه إليها من طرف نادي إف سي نواذيبو، والذي دعا فيه العصبة إلى تأجيل مباراته القادمة ضمن الجولة 17 من البطولة الوطنية لأندية الدرجة الأولى في كرة القدم أمام فريق الجيش إلى وقت آخر، وذلك بسبب تواجد بعض لاعبيه مع المنتخب الوطني للشباب خلال المعسكر التدريبي الذي يقيمه حاليا بتونس. وأبقت العصبة على المباراة مع تأخيرها عن موعد الأصلي بيوم واحد، حيث تقرر إجراءها يوم الاثنين المقبل. ويغيب عن النادي البرتغالي لاعب خط الوسط بابكار جوب وألسان وظهير الأيسر فالو كوناتي، فيما يفتقد لخدمات جناحه الأيسر محمد واد المتواجد حاليا بالعاصمة الصينية بكين ضمن اختبارات فنية من أجل الاحتراف بنادي فيان الصيني الناشط بدور الدرجة الثانية. ختام جولتنا الرياضية لهذه الليلة، شكرا على المتابعة وعودة بعد الفاصل إلى بث. شكرا منى. إذا نهاية نشرتنا، تذكير بأبرز ما جاء فيها من أنباء. خلال تفقده أشغال بناء وتجهيز بعض المشاريع الصحية بالعاصمة، رئيس الجمهورية يحث على توخي الجودة واحترام الأجال المحددة في دفتر الالتزامات. انطلاق أعمال الملتقى الخاص باستقبال عروض المشاريع المقدمة للتمويل في إطار برنامج التعاون الإقليمي المدعوم من طرف الاتحاد الأوروبي.
الرئيس الأمريكي يدعو الكونغرس للموافقة على خطة البنتاغون لإغلاق معتقل غوانتانامو، معتبرا أنه يضر بشراكة أمريكا مع دول العالم في مجال مكافحة الإرهاب. إذن نشكركم مشاهدينا الكرام، نعود لنلقاكم في نشرة إخبارية جديدة عند منتصف الليل. إلى ذلكم الحين استودعكم الله.